عليكم متتبعين ديال قناة الأستاذ سعيد، اللي كنشكروه بزاف على الفيديوهات اللي كان دار لينا اللي عاونونا بزاف. أنا كواحد دوز المباراة ديال التعليم سنة 2020، نحكي على القصة ديالي يعني والتجربة ديالي في الكتابي أو الشفوي. الكتابي اللي توفقنا فيه الحمد لله ودزنا فيه، والشفوي باقي ما بانوش نتائج، إن شاء الله نهار الصيف غيبانو. على أين نحكي التجربة ديالي كيف ما هي؟ بالنسبة لكتابي صراحة أنا بديت كنوجد المباراة يعني قبل تقريبا 10 أيام أو 12 يوم. يعني الناس اللي كيقولوا أن الوقت ما بقاش شيء، أو لا ملي كتبقى لهم شهر تقريبا ما كيفشلوا أو كيلقاو داك الشيء بزاف وكيقولوا أن الوقت ما بقاش. أنا يعني بريباريت في 12 يوم ماكسيموم 12 يوم، ما بقيتش عاقل بزاف ولكن ما فايتاش 12 يوم بريباريت فيها الحمد لله، دوزت في الكتابي والشفوي. نتسناو الخبر ان شاء الله. كتابي وفي هذه المده هذه ديال 10 ايام اللي عاوني بزاف هما الفيديو ديال من بعد الله سبحانه وتعالى، طبعا الفيديو ديال الاستاذ سعيد وقناه اخرى، يعني جوج ديال الاساتذه اللي الفيديو ديالهم لخصوا كل شيء وهما اللي عاونوني في الكتابي. ملي دخلت الكتاب يعني ملي خرجت من الكتابي انا عرفت انني مجاوب، يعني ماشي غير مجرد صدفه او انني غير قمرت مثلا او كيف ما نقولوا، انني فعلا انني عرفت راسي انني جاوبت. بالنسبه لكتابي نهار دخلنا الكتابي، اولا كان وقع لنا واحد المشكل ديال الوقت في الاول، كانوا ضيعوا لنا واحد 40 دقيقه في الاول غير في توزيع الاوراق ديال الامتحان، حيت كنا دوزنا كيف ما كتعرفوا 4 ديال المواد في سنه 2020، دوزنا 4 ديال المواد الرياضيات والفرنسيه والعربيه والنشاط العلمي في 4 ساعات، يعني فرقوا علينا الاوراق في الاول مره واحده وضيعوا لنا اكثر من 40 دقيقه. والمشكل انه كان كيسحب لنا انهم غيعوضونا في ديك 40 دقيقه في الاخر، يعني كنا غنساليو مع 12 كنا غنساليو مع 12، كان حسب لنا انهم غيزيدوا لنا 40 دقيقه اللي ضيعوا لنا في الاخر. ولكن تفاجئنا في الاخر ملي بقات ساعه المدينه 12، ملي وصلت 11 قالوا لنا بلي بقات ساعه المدينه صافي، يعني تما كنا تصدمنا شويه وجانا شويه ديال ستريس، حيتاش في الاول حنا بقينا كنتسناوهم حتى فرقوا علينا الاوراق كاملين وفرقوا علينا الاوراق ديال الوسخ، عاد معلموناش انه ما يكونش وقت تعويض، عاد بدينا كنخدموا على راحتنا واختارينا الماده اللي غنبداو فيها. لذلك انا في الاول بديت باللغه الفرنسيه، جاوبت عليها هي الاولى، بديت باللغه الفرنسيه جاوبت عليها هي الاولى. درت واحد الحاجه هي انني ما بقيتش كنفكر واش نبدا بالديداكتيك واش نبدا بالاسئله، مشيت مع الاوراق كيف ما هما، يعني تحطت لي الورقه هكا بديت معاها كيما هكا، بديت التكست التكست ما قريتوش كامل في الاول، قريت غير الفقره الاولى يعني غير يعني بعجاله باش تكون عندي غير واحد الفكره صغيره على النص. قريت الفقره الاولى نيجي ندوز الاسئله، بقيت كنجاوب على السؤال بسؤال، ما كنشوفش شي من سؤال غنبدا بها ولا شي من صفحه غنبدا بها، تبع الورقه باش ما نضيعش الوقت. الاسئله صراحه ديال الفهم ديال النص كانوا في المتناول، يعني بالنسبه لي انا ملي قريت الاسئله حاولت نفهم الاسئله مع النص، لقيت ان داكشي في المتناول او الاجوبه ديالهم واضحين في النص، يعني اسئله ماشي معقدين، الا كنت متمكن غير شويه من الفرنسيه كتفهم المصطلحات غتقدر تجاوب، يعني كتفهم غير شويه ديال المصطلحات. انا غير يعني المستوى ديالي بحال اي مستوى ديال الناس كاملين دابا ولا الطلبه كاملين، راه كاملين يعني عندنا مستوى ضعيف شويه في الفرنسيه، ولكن دوك المصطلحات اللي كانوا في الامتحان صراحه جاوني انا في المتناول، يعني جاوبت عليهم. لقيت صعوبه شويه في الفرنسيه في التمرين اللي كان فيه الترتيب ديال الفقرات، التمرين الثاني خصوصا والثالث هذوك ما جاوبتش عليهم، ما بغيتش نضيع فيهم الوقت ونحاول نفهم هنا فقره هي الاولى والثانيه، خليت هذاك التمرين كامل خليته ودوزت نيشان الديداكتيك. وفي الديداكتيك لقيت يعني تما فين لقيت يعني القناه ديال الاستاذ سعيد، لقيت فيها نفس داكشي اللي شفتو في الفيديو ديال الديداكتيك ديال الفرنسيه، حطيته كيف ما هو، ما فكرتش فيه كاع، يعني كيف ما هو شفتو في الفيديو ديال القناه حطيته كيف ما هو. هذا بالنسبه للديداكتيك، حيت كما كنعرفو الفرنسيه النيفو ديالنا فيها ماشي يعني الاختصاص ديالنا ماشي الفرنسيه، يعني مثلا انا اختصاص ديالي في الكيمياء ماشي اختصاص ديالي فرنسي، يعني ما يكونش عندي القدره اني نعبر ونختار شي حاجه من راسي عليها
وفي ديك خصوصا في المده ديال 10 ايام انا في باريس في 10 ايام وتجاوب عليها هنا ساعدوني الفيديوهات بصراحه. الفرنسيه هي هذه، ومن خرجت من فرنسا كنت متاكد الفرنسيه متاكد انني كنت جاوبت على الاسئله بزاف حيت اشتكيت في المتناول الصراحه. وبالنسبه للقواعد كانت عندي انا تجربه في دروس الدعم، خدمت في مركز ديال دروس الدعم لمده اكثر من عام ونص. هنا اكتسبت شويه ديال يعني ضبطت شويه ديال القواعد ديال الفرنسيه، هذا الشيء اللي عاوني فيه. ولكن اللي ما ضبطش القواعد عمره ما قراهم، كنظن ان مده ديال شهر كافيه انه يضبط داك الشيء كامل ولا اقل من شهر. المهم انك ما تفشلش في ديك المده، انك تحاول تقرا ما امكن يعني اللي قدرت عليه. ان مده ديال شهر كافيه انه يضبط داك الشيء كامل ولا اقل من شهر. المهم انك ما تفشلش في ديك المده، انك تحاول تقرا ما امكن يعني اللي قدرت عليه تقراه في ديك المده وتاخذ المعلومات اللي مهم اللي تقدر تدوز بهم الامتحان. هذه بالنسبه للفرنسيه. الرياضيات كانت في المتناول بزاف، سهله بزاف من غير انها طويله شويه في الديداكتيك. الديداكتيك ما جاوبش الا على الفقره الاولى من الديداكتيك، الفقرات اخرين كاملين ما لقيتش الوقت باش نجاوب عليه حيت خليت الرياضيات هي الاخرى، هي الماده الاخرى اللي جاوبت عليها وما دركتش نكمل الديداكتيك. يعني ثلاثه ديال ولا اربعه ديال التمارين الاخرين ما دركتش نجاوب عليهم. بالنسبه للعربيه، العربيه حتى هي يعني كانت سهله يعني داكشي واضح. والنشاط العلمي شويه صعيب، يعني صعيب في الديداكتيك خصوصا في ربع سوايع في ديك الضغط ملي وصلت ل 11 وقالوا لنا انها بقات غير ساحه المكانه، وقع علينا الضغط وكنا غنتناقشوا مع المفتشين والاساتذه تما، ولكن لقينا راسنا انه غير غنضيعوا الوقت حيت ماشي معقول انهم ضيعوا لنا 40 دقيقه بلا ما يعني بلا ما يعلمونا ولا شي حاجه. ضيعوا لنا 40 دقيقه غير في التفراق ديال الاوراق، يعني الاستاذ اللي جاي فرق لنا ماده واحده ندوز فيها تقريبا اكثر من 20 دقيقه كيفرق وبشويه عليه، فهمتي؟ هذيك اللي استفزتنا شويه وتعصبنا شويه. هذا فيما يخص الكتابي. بالنسبه للشفوي، الشفوي انا دوزت في شفشاون، دوزت شفوي في شفشاون. كان عندي امتحان يعني شفوي انا في 11، ولكن مشيت مع 9:30 تقريبا كنت تما. ملي مشيت ل 9:30 لقينا الناس ديال 8:30 باقي ما دخلوش اصلا، يعني بقينا تما كنتسناو حتى 3:30 تقريبا عاد وصلتني النوبه انني ندخل. ملي دخلت يعني طبعا في ديك المده ديال من 9:30 حتى 3:30 كيخرجوا الناس اللي كيدوزوا، الطلبه اللي كيدوزوا كيخرجوا كنسمعوهم شنو كيفاش دوزوا. واخا ما تبغيش انت تمشي تسولو، راه الهضره كتهضر حداك، الطلبه كلشي كيهضر على كيفاش دوزوا اخرين وشنو سقساهم. وملي من ديك المعلومات اللي كنت كنسمع لقيت انهم ما كانوش كيعطيو شي حاجه صعيبه في الفرنسيه ولا كونجيزون. مثلا كونجيزون اغلبيه ديال الناس اللي كانوا خرجوا من القاعه اللي دخلت منها كانوا سولوهم على يعني بريزون والفوتور، الفوتور سامبل، يعني ما فاتوش معاهم هذا. وكنت تفائل شويه حيت الكونجيزون يعني كما كنعرفوا صعيب شويه القواعد ديالو كاملين. ولكن ملي دخلت يعني قبل ما ندخل عيطوا على السميه ديالي، فتحوا لي الباب قال لي تفضل. دقيت الباب، بقيت واقف في الباب حتى جلس مفتش عاود شاف فيا قال لي عاد تفضل. عاد دخلت وسديت الباب، قال لي كار ناسيونال. مشيت عطيتو كار لا كارت ناسيونال وبقيت واقف حدا 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 الطابله حتى قال لي جلس. وجلست مباشره قالوا لي قدم راسك باللغه الفرنسيه. انا قالوا لي قدم راسك باللغه الفرنسيه. الناس اللي دوزوا قبل مني الاغلبيه قالوا لهم دوزوا يعني قدموا راسكم باللغه العربيه. يعني سبحان الله العظيم حاجات كاملين اللي دوزتهم الناس اللي كانوا قبل مني لا علاقه بداكشي اللي دوزت انا. يعني ما خصكش تدي على داكشي كيفاش كيدوزوا الناس اللي قبل منك. الا كان شي واحد خرج وقال لك راني دوزت هكا وهكا وهكا، يعني ماشي ضروري انك غدوز بنفس الطريقه. انا دوزت بواحد الطريقه مختلفه نهائيا على الناس اللي دازوا قبل مني، مع العلم انها نفس اللجنه ونفس النهار ونفس العشيه. على اي جلست قدمت راسي باللغه الفرنسيه. وفي ذاك الوقت اللي كنت كنقدم راسي حيت ضروري شويه ديال ستريس، ولكن في ذاك الوقت اللي كنت كنقدم راسي كانوا المفتشين كل واحد شنو كيدير، كاين اللي كيكتب كاين اللي كيشوف فيك شويه هيدا عاوتاني كيقلب الملف. في ديك الفتره استغليتها باش انا ناخذ راحتي ونتاقلم مع الجو ديال الشفاوي. فعلا تما صافي رخيت راسي وكنشوفهم على انني جالس مع صحابي وصافي. ديك الوقت ديال التقديم قدمت راسي على انني عندي حتى انا اصلي من الصحراء ولكن ساكن دابا في الشمال. قدمت راسي على انني من الصحراء ودابا ساكن في الشمال وقريت الاجازه هنا في الشمال، وراها اجازه مهنيه في السياحه وماستر في السياحه.
وعندي تجربة في التدريس، في تدريس دروس الدعم، تقديم دروس الدعم. كذلك أنا عندي يعني خدام في الديزاين جرافيك والمونتاج والبيبليسيتي والتصوير ديال الأفلام والأفلام القصيرة والإخراج ديالها. هذه هواية بوحدها هي اللي خدام فيها، وقدمت أنني كندير هذا الشيء. يعني تعلمت أنني نقدم هذا الشيء هذا باش أنا نجرهم للجهة ديالي وداك الشيء اللي كنفهم فيه، حتى تعرفتهم أنا إلا قلت هذا المجال هذا غيسولوني على هذا المجال هذا. وتعلمت أنني نقول أنني قريت السياحة، وقريتها هنايا في الشاون، وقريت السياحة الإيكولوجية والسياحة والتنمية البشرية والتنمية المستدامة باش نجرهم عندي. ملي سمعوا هذا الشيء هذا أنني عندي هذا الشيء هذا، جاهم شي حاجة مختلفة على الناس الطلبة اللي دازوا قبل مني. يعني تبدل، يعني بحال اللي يعني تبدل، كانوا عوالين يسولوني على شي حاجة وتبدلت النظرة ديالهم. انا كنصح الناس اللي كيدوزوا بالنسبه لشافوا انا باقي ما بانوش نتائج، ولكن كنعاود التجربه ديالي وصف، يعني ما عرفتش واش ناجح ولا ما ناجحش. المهم انني كنعاود التجربه ديالي. ملي يعني مباشره دازت الاستاذه ديال الفرنسيه اللي هي يعني قصحت معايا بزاف، يعني عطتني لي تكست نقراه، وكاع لي فيرب ديال التكست تقريبا دازت عليهم من الباسي سامبل. من هنا كنصح الناس اللي كيدوزوا بالنسبه لشافوا انا باقي ما بانوش نتائج، ولكن كنعاود التجربه ديالي وصف، يعني ما عرفتش واش ناجح ولا ما ناجحش. المهم انني كنعاود التجربه ديالي. ملي يعني مباشره دازت الاستاذه ديال الفرنسيه اللي هي يعني قصحت معايا بزاف، يعني عطتني لي تكست نقراه، وكاع لي فيرب ديال التكست تقريبا دازت عليهم من الباسي سامبل، من لي فيرب برونومينو. لي فيرب اللي كانت قراها في التكست كتقول لي انني نكون جوجي، يعني شمن طون كونجوغي ولا في دينيف ديالو، ونعاود نكونجوغي البريزون. ويعني وسولتني على واحد الكلمه شنو كتعني، وشي اسئله اخرى ما بقيتش عاقل عليهم، ولكن الفرنسيه هي اللي ضغطت عليا بزاف الاسئله ديال الماده. وتقريبا نص فيهم ما عرفتوش، الغالب والله كنقول لا ما نعرف، يعني بكل بساطة حاجة ما عرفتهاش ولا عندي فيها الشك كنقول لا ما نعرف، ما نقدرش نقول لا شي حاجة خاطئة، اللهم نقول ما نعرف، ما عرفتش واش هذا صحيح ولا لا، ولكن هذا الشيء اللي درت أنا. موراها داز الأستاذ ديال العربية، كان أستاذ مفتش واحد العربية والرياضيات، عطاني نص ديال العربية وقال لي نقراه. في ديك الفترة اللي كنت كنقرا كيوقفني في كل كلمة شنو كتعني، شنو المحل ديالها من الإعراب، شنو الجامع ديالها، شنو الماضي ديالها، شي ثلاثة الكلمات ولا أربعة الكلمات في النص دار معايا نفس الطريقة. موراها قبل ما يدوز للرياضيات انتقل الأستاذ ديال العلوم التربية، قال لي شنو الرأي ديالك في المشاكل اللي كتعانيهم المنظومة ديال التعليم في المغرب في هذا الوقت هذا. يلا جيت نجاوب، وهو يقاطعني الأستاذ ديال العربية قال لي واش ما كتشوفش أن الأستاذ هو أساس ديال هذه المشاكل كاملين اللي واقعين هنايا؟ يعني هنايا باش يرونك، واش غتجاوب على الرأي ديالك في المشاكل، ولا واش غتقول واش غتدافع على الأستاذ ولا شنو؟ قلت له أنا الأستاذ باش يكون هو الوحيد اللي سبب المشاكل، إذا كانوا هناك مشاكل فراه ما يمكنش يكون الأستاذ بوحده، وما يمكنش نحكموا على الأستاذ أنه هو السبب. يعني كل أستاذ على حسب، إذا ما كانش كيقدم المهمة ديالو على أكمل وجه، ولأنه كيتخذل في المهمة ديالو فهذا مشكل، ولكن إذا كان هناك فعلا شي مشاكل فما يمكنش نلومو غير الأستاذ بوحدو. باقي وأنا كنهضر عاود قطعني عاود، قال لي شنو هو الاسم ديال الوزير ديال وزارة التربية الوطنية؟ قلت له سعيد أمزازي. مراها مباشرة انتقل المفتش آخر للرياضيات، سولني على المساحة الجانبية الاسم ديال الوزير ديال وزارة التربية الوطنية، قلت له سعيد امزازي. مراها مباشره انتقل لمفتش اخر للرياضيات، سولني على المساحه الجانبيه الاسطوانه والمساحه ديال الدائره ديال القرص، المساحه ديال القرص، هادشي اللي سولني عليه في الرياضيات. وبي قال لي شحال كتساوي 3.14. مراها السؤال الاخر قال لي كيفاش تقدر، قال لي الاستاذ ديال علوم التربيه قال لي كيفاش تقدر توظف داكشي اللي كتعرف ديرو ديال التصوير والمونتاج والديزاين، كيفاش تقدر تدخل هذا الشيء هذا العالم القروي ودير شي حاجه جديده في العالم القروي اللي ما كانتش سابقا؟ صافي شرحت له ان الانشطه
يعني الفيلم قصير، الافلام قصيره تربويه، يمكن اخيرا يقدر المدارس اللي كاينين بعادين في الجبال وكذا يقدروا حتى هما يشاركوا في مسابقات اللوحات يعني الجداريات في القسم، نقدر يعني نرجع القسم على واحد الفضاء اللي متميز للمتعلم الى اخره. هنايا كنظن هذه هي النقطه الوحيده القوه اللي كانت في الشفوي، على انني اعطيتهم واحد الحاجه جديده، ما عرفتش واش غنتقبل ولا لا، ولكن اللي اختارها الله هي اللي غتكون ان شاء الله. وبالنسبه للناس اللي ما دازوش، يعني حتى انا الا ما دزتش راه حاجه عاديه جدا، حيت كاين ما 500 ولا 500 وشي حاجه ديال المناصب، راه ما يمكنش 10000 واحد كاملين ينجحوا، مستحيل. هذا يعني بحال اللي قلتي شي لعبه، هذا هو القانون ديال اللعبه، وعادي جدا اللي داز مزيان، اللي ما دازش راه الابواب كثيره، وعطى الله ما يدار الواحد، والامل هو في الله سبحانه وتعالى. والله يوفق الناس اللي دوزوا الشفوي كاملين، الله يوفقنا اللي مكتبه هي اللي غتكون، والناس اللي ما توفقوش هذا العام هذا في الكتاب ان شاء الله العام الجاي توفقوا. والحاجه الوحيده اللي بهذه التجربه هذه هي ما تفشلش، واخا تبقى لك غير سيمانه هذا للمباراه، تبقى غير سيمانه ما تفشلش. وحاولت تلجأ للفيديوهات كما درت انا، الفيديوهات بحال القناه ديال الاستاذ سعيد وقنوات اخرى، كاينين بزاف ديال القنوات اللي كيعطوك الاساسيات داكشي اللي غتحتاجو بالضبط. هذه النقطه اللي استغليت انايا، وشكرا بزاف.